خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 والعمل من قبل الجميع كل من موقعه على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لتحقيق هذا المبتغى. اللجنة المشتركة بين الوزارات السلامة الطرقية والسيارة الطرقية شيء مهم جدا. هناك استراتيجية الوطنية لهذه السنة الثانية ديالها كنفذها، الحمد لله المؤشرات عموما إيجابية، ولكن التحسن بطيء. نحتاج إلى تعبئة وطنية، إلى التحسيس، إلى مشاركة المواطن المجتمع المدني وجميع الفاعلين باش نحسنوا المؤشرات ديال السلامة الطرقية، اللي هي نقلصوا حوادث السير المميتة، نقلصوا عدد القتلى، نقلصوا عدد الجرحى، باش تكون الطريق آمنة. وإن شاء الله غادي نستمروا في تطبيق هذه الاستراتيجية وبتعاون الجميع غادي نوصلوا للأهداف. هذا الاجتماع كيتعتبر واحد الموعد سنوي يعني لتتمين جهود جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية. يعني في هذا اليوم كنقوموا ب يعني تقديم الإحصائيات المؤقتة يعني لسنة 2018، مع تقديم ايضا يعني جميع التدابير التي تمت اجراءتها خلال هذا السنه، وكذا برنامج العمل الخاص بسنه 2019 لنتمكنوا يعني من تحقيق الاهداف المتوخاه من الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه للفتره 2017-2026، واللي هذه الاستراتيجيه جات بهدف طموح وطموح جدا، اللي هو تقليص ب 50% من ضحايا حوادث السير فوق سنه 2026. وشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء على ضرورة إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعالية المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة هي الوقاية والتحسيس والردع. السيد العثماني أضاف أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات خلال السنة الماضية، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة 8.38% في الوسط الحضري.